فخامة الفريق السعيد شنقريحة. يا جماعة البلاد نتاعنا يلزمها رودي ماري يظهر لي تبلونطات. رانا قلنا راح نطلعوا للقمة في القمة العربية، بصح بالي راح نطلعوا غير في لا توندونس بالفضيحة نتاع الانسحابات، راهي كترت. مسبقين العيد بعام، راهي ما بقاتش قمة عربية، راح تولي قمة دولة واحدة عربية، على جال راح نبقاو وحدنا. الشيء راه ما كيبغي لا الله ولا العبد ولا حتى شي واحد، راه الظلم هذا الحقرة. علاش زعما شنو يستافدوا هاد الناس زعما من هاد المواد الشيء؟ زعما راه داروا شي حاجة، راه كيوسخوا غير الصورة ديال البلاد، راه دول واحد آخرين يبداو يضحكوا علينا حيت يشوفوا هاد الشيء. اليوم الذي ينظم يعني بين مجلس الجالية المغربية وجامعة محمد السادس للعلوم التقنية، خاصة مرتبط بملفين أساسيين ورد في خطابين ملكيين بمناسبة 20 غشت حول الكفاءة المغربية وضرورة إيجاد آلية للتواصل معها المستمر. Ils sont pas concernés et on va revoir ça avec eux. On a ouvert un dialogue sérieux avec leurs représentants qui sont prêts à dialoguer avec la commune et on est en train de voir comment elle va être gérée l'occupation temporaire des domaines publics, surtout des cafés et des restaurants dans le monde entier. Tu vois des restos avec des terrasses ou des cafés avec des terrasses, mais avec des terrasses esthétiquement bien. Le مؤتمر الدولي الثالث للأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية من 25 ل 28 أكتوبر من هذا السنة هذا بحضور 350 خبير على المستوى الدولي والمشاركة ديال أزيد من 227 مندوب لأزيد من 70 دولة. كل ذا في استحضار لكل ما يهدد هذه التعزيزات، وأول ما يهدد هو الفقر. 50% من ساكنة القارة تحت حافة الفقر. أيضا نجد أن الاستثمار للمقدرات المائية والمعدنية وغيرها من المقدرات. Je suis venu à La Hayoune pour sceller l'union entre la ville de La Hayoune et la ville de Metz que je dirige. C'est à la fois l'idée de conforter l'amitié franco-marocaine qui est historique, qui est ancienne. إعفاءات الضريبية والسوبر بروفي ضريبة بشكل عام ولا الإصلاح الضريبي. وهذا الشيء ديال لافورتين ضريبة على الثروة وكان تا موضوع يتكرر من سنة إلى أخرى هو أننا نديروا الزكاة إلى غير ذلك. باش نكون واضحين، سمعنا اليوم راه كاينه هذه القافلة غتحطها في تنجداد كتستقبل الناس حاملي مشاريع. حنا الناس عندنا مشاريع، عندنا أفكار مشاريع، استقبلونا هنا في هذه القافلة وضح لي شرحنا الفكره، يعني عجبتهم الفكره وان شاء الله يعني وعدونا انه غادي يواكبونا حتى البر الامن ان شاء الله حتى نشوفوا الفكره مشروع قائم ان شاء الله. في جماعه بودنيب التابعه لاقليم الراشديه توافد العشرات من الشباب القاطنين بالمنطقه والقرى المجاوره من اجل الاستفاده من خدمات قافله تشغيل شباب مناطق الواحات بإقليم الراشدية. المبادرة هي السينما المغربية حققت واحد القفزة نوعية على مدى هذه السنوات 20 سنة الأخيرة من حيث تراكم واحد العدد كبير من الإنتاجات، وطبعا لا يخفى على أحد أن هذه الأعمال توجت في مهرجانات عالمية. جاب المساهوة لرواية للكاتب عبد الرحيم بهير والسيناريو كذلك. طبعا اشتغلنا جميع في ظروف جيدة، والرواية هي أصلا أنا كنقرا كان يعني شغوف بالأدب وبالرواية. Aujourd'hui, nous célébrons la première édition du Festival marocain de la musique andalouse. Et c'est un festival qui regroupe
toutes les villes et régions du Maroc, mais pas seulement, aussi il invite... Afrique centrale et de l'Ouest, l'on parle de la finance agricole et rurale. Tout un forum régional vient de s'achever à Yaoundé sous le thème « Quel modèle de financement rural et d'innovation ?» C'est juste leur avis. Moi, mon avis, moi, je me dis que gagner un match de football, c'est au bout de travail. C'est à force de travail qu'on parvient à gagner un match. Je peux dire, si c'est la magie, on va dire, on peut aller au quartier. Comme le président Doumbouya a accepté le 24 mois, moi, je ne trouve pas normal. Parce que si ils ont dit que c'est le 24, le 1er janvier 2023, ils vont commencer le 24 mois, moi, je ne trouve pas ça normal.